مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. لسه تغطيتنا متواصلة لمباراة اليوم، المباراة المهمة جدا ما بين الأهلي والترجي التونسي في ذهاب دور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. هذه المباراة الهامة جدا واللي أكيد كل جمهور النادي الأهلي منتظرها بفارغ الصبر، وأكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي ودعوات كل المصريين مش الأهلاوية بس، إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق في مباراة النهاردة كبداية إن شاء الله لحصد هذا اللقب الغالي الغايب عن النادي الأهلي لمدة 5 سنين، وخمس سنين بالنسبة للأهلاوية عدد كبير جدا مش متعودين على كده، بالتالي إن شاء الله بطولة السنة دي أكيد مهمة جدا. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي وإن الأمور تمشي بشكل جيد في ظل تواجد عدد كبير جدا من جمهور النادي الأهلي بيقدر بحوالي من 50 ل 60 ألف متفرج إن شاء الله بيتوافدوا في هذه اللحظات ومنذ الصباح الباكر على استاد برج العرب عشان يحضروا هذه المباراة ويأزروا النادي الأهلي بكل قوة إن شاء الله. وأكيد كل جمهور النادي الأهلي هيبقى ليه عامل السحر في تشجيع النادي الأهلي وفوز النادي الأهلي إن شاء الله من بداية من مباراة النهاردة قبل مباراة الإياب واللي هتكون في تونس وملعب رادس. مش شرط النادي الاهلي يا جماعه يعني يحقق نتيجه كبيره، يعني احنا بنقابل برضو فريق محترم وفريق كبير جدا، المهم ان مجموع المباراتين النادي الاهلي يكون موفق ان شاء الله ويرجع هذا اللقب لدولاب بطولات النادي الاهلي من جديد. معانا في هذه اللحظات في الاستوديو الكابتن الكبير جدا كابتن ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق. كابتن ياسر مساء الخير عليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. متفائل النهارده ولا الامور ماشيه ازاي؟ والله يا رب الدنيا تكون خير ويضاف لقب جديد للاهلي والمصر في البطولات الافريقيه ان شاء الله. طبعا تواجد الكابتن ياسر عبد الرؤوف معانا للحديث بشكل مفصل عن حكم النهارده كابتن مهدي عبيد الحكم الدولي الجزائري واللي هيدير مباراه اليوم ما بين الاهلي والترجي. كابتن ياسر عايزين نتكلم عن مهدي عبيد وتاريخه الدولي وادارته العديد من المباريات وبالتحديد كمان يمكن ادار 4 مباريات سابقه للنادي الاهلي، النهارده هتكون المباراه 5. رايك في تعيينه لمباراه الذهاب في بطوله دوري ابطال افريقيا والنهائي بالتحديد؟ طب انا بس حابب ان انا يعني هاخدك كده في حته ثانيه بعيده عن التحكيم، هنتكلم طبعا عن مهدي وعن زمايله، ولكن في البدايه يعني انا دعمي ودعائي وكل حاجه لشريف اكرامي طبعا في مرض اسماء بنته، يعني كلنا بندعي له وكلنا بندعي لها وان شاء الله ربنا يشفيها ويشفي مرضانا جميعا يا رب. وبرده رساله للجماهير سواء بقى اهلاويه زملكاويه اي حاجه، لعيب الكوره والحكم بشر اكيد، ففي حاجات احنا كمشاهدين او كمتفرجين او كمشجعين ما نعرفش حاجه عنها، فيا ريت نتعامل مع الموضوع ان الكوره هي شغل وصناعه وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت احنا بني ادمين وبشر ونرجو ان كل الناس تراعي الكلام ده في تعاملنا مع كل الناس. تمام، الاخطاء بتبقى وارده برضه يا كابتن ياسر وكل حاجه، بس في اخطاء بصراحه بتبقى يعني غير مقبوله، في حاجه بتبقى واضحه جدا وما بتتحسبش. يعني خليني اقول لك مثلين، مثل في الدوري المصري مباراه الاهلي والانتاج واللعبه الشهيره بتاعت وليد ازارو اللي كان سبحان الله يعني حاجه غريبه ان هي ما بتتحسبش، والماتش الاخير للترجي امام اول اغسطس لو اتفرجت على المباراه دي كان ليهم هدف صحيح جدا ما فيهوش اي مشكله وما اتحسبش خالص، فبرضه دي اخطاء برضه ما بتبقاش مقبوله خالص يعني. طب انا هقول لك برضه حاجه كده من الكواليس، احنا امبارح كان في اجتماع او كان في محاضره من لجنه الحكام الرئيسيه في الاتحاد الافريقي مع فريق الاهلي وفريق الترجي كلنا على حده في الفندق بتاعه، الكلام ده كان امبارح وكان كده في افيه لذيذ قاله احمد فتحي هو قال لهم طب يعني كده الحمد لله مش هيبقى في اخطاء، فقالوا لا الاخطاء هتبقى موجوده حتى في وجود بقول لهم يعني احنا عاملين القلق ده كله وبرده هيبقى في اخطاء، فرد عليه قال له ايوه هيبقى في اخطاء، فالكلام هو البار بيقلل من الاخطاء بس وكل لكن... الشغل كل الشغل اللي احنا بنشتغله كمحللين كمسؤولين كلجان حكام ان احنا نقلل نسبه الاخطاء سواء بالنسبه للحكام الساحه والحكام المساعدين او بالنسبه حتى الحكام الفار. اكيد. طيب نتكلم بقى عن كابتن مهدي، نبدا بقى نخش على طقم النهارده. احنا عندنا مناسب للمباراه، بص احنا عندنا طبعا الطقم بتاع النهارده عندنا مهدي عبيد وعندنا عبد الحق تشالي وده برده جزائري، عندنا جيم كلود وده من بوروندي، عندنا اريك اوتوجو كحكم رابع من الجابون، وبعدين عندنا حكام الفار اللي هم جسامه من جامبيا وعندنا في 2 من السنغال اللي هم سامبا الحاج وكمارا جبريل. تمام، دول السبع حكام اللي هيديروا مباراه النهارده، ودي ثاني مره الكاف يستخدم فيها حكام الفار بعد مباراه السوبر مظبوط الوداد ومازندي بالظبط كده. مهدي طبعا من حكام النخبه ايه في افريقيا ومن الحكام اللي ماشيين بشكل كويس بقاله فتره، وكان هو كحكم رابع في روسيا الكاس العالم الاخير،
ويعني لو خدنا كده بسرعه كده نبذه عنه هنقول ان هو من مواليد 80، بدا التحكيم عام 97، طلع يحكم في الدوري الممتاز الجزائري عام 2005، بقى دولي 2011، طبعا سنه دلوقتي 38 سنه. تمام. والده كان حكم، عشان بس ما يقولوش انه في مصر بس. كان حكم مميز ولا لا؟ والده كان حكم درجه اولى، يعني هو ما حصلش على الشاره الدوليه ولكن هو كان درجه اولى. اجمالا هو لعب كاس عالم للناشئين 2017، كان في الهند هيدير الحكم بالظبط كده. وبعدين هو كمان مختارين الكاس عالم الانديه اللي هيتعمل في ديسمبر اللي جاي في دبي. وكان في 2013 لعب نهائي كاس امم تحت 20 سنه كان ما بين مصر وغانا، وكان معاه عبد الحق اللي هو المساعد رقم واحد، ده لعب اثنين كاس عالم 2014 و2018. ده تقريبا اجمالي مهدي عبيد. هو طبعا لعب نهائي الكونفدراليه في 2017 ولعب اثنين نهائي بالنسبه للجزائر، لعب واحد في 2011 وواحد في 2018. السي في بتاعته معقوله، مش هنقول ان هي قويه، هو ما يعتبرش من الحكام الكبار، يعني مش زي جسامه. جسامه اخر خمس مواسم هو لعب خمسه نهائي افريقيا عوده. طب بمناسبه جسامه، هل هو كان يستحق ان هو يلعب خمسه نهائي افريقيا؟ انا بقول لك هو لعب خمسه ورا بعض، وده ريكورد يعني تاريخي. بس ده هل يعني ده لا مش منطقي؟ مش منطقي، مش منطقي، وخاصه ان الخمسه عوده. يعني حتى مش يعني الذهاب، لا لا لا، كلهم اللي هي مباراه التتويج. وكان بدايتها كان مع الاهلي في 2013، كان المباراه الاولانيه كان جمال حيمودي، المباراه الثانيه كان جسامه بالظبط كده. يمكن ده برضو فعل كويس ان تاني نرجع تاني للحكام الجزائريين يلعبوا لنا الذهاب، وبعدين العوده هنشوف مين هيلعب فيها. طبعا اعتقد ان كده جسامه مش هيبقى موجود، مش هيبقى موجود. لا ما اعتقدش، لان كمان موجود. خلي بالك ان الاثنين مساعدين اللي هم مع مهدي النهارده هم في الاساس من الطقم بتاع جسامه. تمام. فكده معنى كده ان جسامه مش موجود في مباراه العوده. الناس كلها كانت تتوقع، احنا بناخد من حضرتك كده يعني يعتبر خلي بالك برضو ده على حسب يعني. تفكيري انا تمام. تفكير لجنه الحكام في افريقيا ايه او في الكاف ايه انا ما اعرفش، ولكن تمام. منطقيا لا ان هو مش هيبقى موجود. بس في حاجات غير منطقيه بتحصل كتير بصراحه. في، ولكن ده هيبقى كده عدينا. ده كده هيبقى عدينا اللامنطقي. عدينا كده اللامنطقي ان هو يلعب للسنه السادسه على التوالي، وفي نفس الوقت ان هو يكون حكم فار هنا في مباراه الذهاب. لا يعني ده خصوصا السنه اللي فاتت كان ليه اخطاء كبيره جدا في مباراه العوده من الاهلي والوداد بصراحه، يعني الراجل كان متحامل جدا على النادي الاهلي يعني. فاكيد ما نتمناش ان بكاري جسامه يكون متواجد في مباراه الاياب. والله بص، انا واحد من الناس يعني دماغي راحه للحكم تسيمه اللي هو الاثيوبي. اعتقد ان هو بنسبه كبيره ممكن يكون حكم جيد. ده وجهه نظري انا. انما وجود مهدي النهارده ومعاه جسامه كحكم من حكام الفار او الحكم الرئيسي لحكام الفار، اعتقد ان ده بيقفل عليه الباب بشكل كبير لمباراه العوده. تمام. طيب كابتن مهدي عبيد يمكن اداء النادي الاهلي اربع مباريات سابقه. المباراه الاولى كانت في 2015 في اياب ملحق دور ال 16 امام الافريقي التونسي في الكونفدراليه، وكان الاهلي خسر من الافريقي التونسي بنتيجه 2-1 زي النتيجه اللي الاهلي فاز بيها على افريقي التونسي في مباراه الذهاب ساعتها، بس الاهلي فاز بضربات الجزاء في النهايه. دي كانت اول مباراه ليه. المباراه الثانيه كان ادارها النادي طيب الاهلي. اكمل لك بس ان نقفل المعلومه دي. المباراه دي كان فيها 8 دقائق وقت ضايع، وال 8 دقائق كانوا مستحقين. كانوا مستحقين. والهدف الثاني اللي هو سجله الافريقي كان في اخر دقيقه ده، يعني في الدقيقه الثامنه، وكان في التوقيت ده كان في ركله جزاء للاهلي لم تحتسب، عشان يبقى احنا كده مقفلين معلومات 2015. اتفضل. المباراه الثانيه كانت الكابتن مهدي عبيد الحكم الجزائري في بطوله الكونفدراليه 2015 في اياب نصف النهائي امام اورلاندو بيراتس، والمباراة الثالثة كانت في 2016 أمام الوداد المغربي والأهلي فاز فيها بنتيجة 1-0. المباراة الأخيرة كانت مباراة الدور أو دوري المجموعات ما بين الأهلي والوداد في المغرب، والوداد كسب بنتيجة 2-0 في المباراة دي. النتائج ممكن تكون مؤشر او ممكن تدي تفاؤل لبعض الجماهير سواء جمهور الاهلي او جمهور الترجي ان الراجل ممكن يكون يعني من خلال ادارته لمباريات النادي الاهلي بيكون موفق. يعني حتى لو بصينا للنتائج، حضرتك بتتكلم في اربع مباريات، الاربع مباريات لو بنتكلم على 90 دقيقه هو الاهلي فاز مباراتين وهزم في مباراتين، ولكن في مباراه كان بركلات الترجيح، فاحنا بنتكلم على ثلاث مباريات الاهلي اتهزم فيهم، ولكن ده برده ما يديناش مؤشر لحاجه. يعني ما يدناش اي انطباع لاي حد. طيب استاذنك كابتن ياسر نروح سريعا لزميلنا كريم احمد مراسل القناة الاهلي واللي متواجد طبعا في مقر اقامه النادي الاهلي في برج العرب. يا كريم مساء الخير عليك.
بيك زميلي امير، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل الساده المشاهدين ايضا. كمان تحياتي الكابتن ياسر عبد الرؤوف ضيفك في الاستوديو. اجواء اكثر من رائعه، تركيز كبير يا امير هنا في فندق الاقامه كعاده طبعا فريق النادي الاهلي قبل هذه المباريات القويه جدا. مباراه نهائي ان شاء الله تكون من نصيب الاهلي، 180 دقيقه، بنتمنى 90 دقيقه الاولى تكون من نصيب النادي الاهلي وال90 دقيقه الثانيه باذن الله نرفع الكاس في تونس ومنها ان شاء الله الى كاس العالم للانديه كالعاده. امير طبعا لو بنطمن كل جمهورنا كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان على حالة المعنوية، حالة التركيز الكبيرة هنا في فندق الإقامة اللي أكيد إن شاء الله تنعكس بشكل كبير على لعيبة النادي الأهلي. يمكن كابتن محمد يوسف، مستر باتريس كارتيرون، محاضرات مستمرة، جلسات مستمرة كمان مع اللاعبين بشكل فردي بشكل جماعي. حضور الكابتن محمود الخطيب له تأثير كبير جدا، مساندته كان متواجد من 48 ساعة قبل النهاردة كمان يوم المباراة. مجلس الإدارة توافد النهاردة على فندق الإقامة، الكل متواجد في مساندة النادي الأهلي. أيضا كمان الاستاذ محمد كامل رئيس شركه بريزنتيشن الرعايه للنادي الاهلي متواجد لهذه المباراه الهامه جدا. الكل يعني الكل خطط، كل الاداره خططت، دعمت جمهور، حاول ان هم يحاربوا بشكل كبير جدا ان يصل هذا الجمهور الكبير 60,000 مشجع ان شاء الله يكونوا في النادي الاهلي. الحقيقه يمكن زي ما بنقول يعني الجو رائع، الجو مميز، الجو كله باذن الله يصب في مصلحه النادي الاهلي. عايز اقول لك كمان يمكن زي ما بنقول لعيبه النادي الاهلي في هذه المواقف بتبان، لعيبه النادي الاهلي في المواقف الصعبه في المباريات الصعبه دي بتبان. لعيبه يمكن لو مصابه، اللعيبه لو عندها اي اجهاد، احمد فتحي عايز اكد عليه، احمد فتحي كان ليه كلمتين كده قال انا لو برجل واحده يا امير اقدر العب هذه المباراه نظرا لاهميتها. كل اللعيبه الحمد لله في حاله تركيز كبيره. الناس كانت بتقول ان عندنا بعض الاصابات، الحقيقه يمكن هشام محمد بس هي الحاله الوحيده اللي احنا تابعناها امس في المران الاخير لفريق النادي الاهلي على استاد برج العرب. يمكن هشام العضله الخلفيه بتعوقه شويه عن هذه المباراه، لكن في تجهيز كبير جدا من الجهاز الطبي بقياده الدكتور خالد محمود لتجهيز هشام محمد في مباراه العوده، مباراه 9 ان شاء الله في استاد رادس. ايضا كمان تقنيه الفار يا امير هتكون لها اهميه كبيره جدا جدا في هذه المباراه ومباراه العوده ان شاء الله كمان. لكن يمكن امبارح كانت في لفته طيبه جدا، لعيبه النادي الاهلي حضرت بشكل جماعي في القاعه الخاصه هنا في فندق الاقامه، تابعوا الفار الحالات اللي هيبقى فيها اعتراض عليها عامله ازاي. الحقيقه يمكن مجهود كبير جدا بيبذل من الطاقم التحكيمي الاتحاد الافريقي، الحمد لله رب العالمين ان شاء الله تصب في مصلحه النادي الاهلي. ايضا كمان محاضره اخيره وفنيه هتكون اخيره هنا في فندق الاقامه بالنسبه لمستر باتريس والكابتن محمد يوسف ولاعبي النادي الاهلي لوضع كل النقاط على الحروف بشكل عام. الخطه خلاص موضوعه، صفحه مقريه نادي الترجي التونسي قدام النادي الاهلي. لكن التشكيل بشكل عام اللي احنا نقدر نقوله يا امير او التشكيل المتوقع ان لم يكن هو التشكيل الرسمي ان شاء الله لهذه المباراه، شناهم في حراسه المرمى احمد فتحي وسليف كولوبالي وسعد سمير وايمن اشرف في خط الظهر، حسام عاشور، عمرو السليه، اسلام محارب واحمد حمودي في المنتصف، وليد سليمان ووليد ازارو في خط الهجوم. ان شاء الله يا امير كالعاده نكون مستمرين معاكم ومع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان باذن الله، نفرح مع كل جمهور النادي الاهلي. لكن في هذه اللحظات نروح لزميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي من استاد برج العرب اللي هيستقبل مباراه النادي الاهلي والترجي التونسي. لك الكلمه يا شريف. طيب بشكر اكيد زميلنا كريم احمد اللي قال لنا كل التفاصيل الخاصه بفريق النادي الاهلي قبل ساعات قليله من تحركه لاستاد برج العرب وعشان يخوض المباراه الهامه النهارده ان شاء الله امام الترجي التونسي. وزي ما كنا شايفين كده اجواء جمهور النادي الاهلي في محيط استاد برج العرب حاجه بصراحه جيده جدا وحاجه تفرح، وان شاء الله يكون ليهم دور كبير جدا في فوز الفريق النهارده في ذهاب النهائي، فاكيد ان شاء الله شيء مهم جدا تواجد جمهور النادي الاهلي. عشان كده نروح سريعا لزميلنا شريف شعبان ويقول لنا ايه اخر الاخبار وبالتحديد من خلال تواجده مع جمهور النادي الاهلي. We'll be right back.
طب واضح ان الشريف شعبان يعني الامور حواليه زي ما احنا شايفين كده مش عارف يتكلم ولا حاجه، لكن بصراحه شكل جيد جدا تواجد جمهور النادي الاهلي وكله متفائل واللي بيشاور بالثلاثه وبالاربعه، طبعا اهداف كتيره جدا اكيد نتمناها ويكون التوفيق حليف النادي الاهلي في مجموع المباراتين بس مش مباراه النهارده. طب نروح لزميلنا احمد كوان في مقر النادي الاهلي في الجزيره عشان يقول لنا الاجواء ايه. اتفضل يا كوان. واصل عشان حد. جميل عزيز امير هشام وشكرا موصول لضيوفك الكرام وكل متابعي شاشه النادي الاهلي في كل مكان من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن اجواء مختلفه جدا، اكيد الاجواء اكثر سخونه في ملعب استاد برج العرب في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، لكن هنا الاجواء اكثر اختلافا، تزاحم كبير جدا من كل اعضاء الجمعيه العموميه واعضاء النادي الاهلي في كل مكان للالتفاف على الكراسي بقى من الاولى للثانيه للثالثه بشكلها المختلف. يمكن جهود مختلفه جدا وجهود ممتازه من الجهات المعنيه داخل الاداره التنفيذيه للنادي الاهلي لتوفير المقاعد للجلوس لمتابعه النادي الاهلي على الشاشه الكبيره المتواجده في متوسط النادي. يمكن وجود كبير جدا من وجوه مختلفه من المتابعين مبتسمين باعلام النادي الاهلي، كذلك برسومات النسر الموجود للنادي الاهلي، يمكن رسومات مختلفه وتعبيرات من وشوش والمتفائلين بالنادي الاهلي لان يحصل على نجمته التاسعه باذن الله في مشواره في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا امام الترجي التونسي وحسم هذا البطوله ان شاء الله في الاياب هناك في رادس. يمكن كل الاجواء مختلفه، تزاحم كبير جدا كما ذكرت من الجماهير للتواجد على المقاعد والالتفاف امام النادي الاهلي. يمكن ده اهم ما لدينا حاليا داخل مقر الجزيره في النادي الاهلي. كل الامنيات والطيبه للتوفيق الدائم للنادي الاهلي في ليله اليوم وان شاء الله الجمعه المقبله في رادس. اليك الكلمه زميل عزيز امير هشام ولك بكل جديد اول باول. بشكرك كوان شكرا جزيلا، بصراحه يعني مجهود كبير جدا بيعمله مراسلنا المتواجدين في الاماكن المختلفه لتغطيه كل ما هو يخص مباراه اليوم ما بين الاهلي والترجي، وزي ما انتم متابعين كده تغطيه خاصه جدا من قناه النادي الاهلي لهذه المباراه الهامه جدا جدا جدا. طيب كابتن ياسر، كنا بنتكلم عن كابتن مهدي عبيد وقلنا المباريات اللي هو ادارها للنادي الاهلي، متوقع ان هو النهارده يكون موفق؟ هل هو اصلا حكم بيتاثر بالضغوط الجماهيريه في البدايه ولا الامور بالنسبه له بتبقى ماشيه ازاي؟ لا، السمات الشخصيه بتاعت مهدي يقدر ان هو يقاوم الضغوط سواء اللي هي ممكن تيجي من داخل الملعب او من خارج الملعب زي الجماهير. تمام. ما اعتقدش لا ان هو ممكن ينصاب بسهوله يعني للضغوط دي. بكاري بيتاثر بالضغوط قوي. إلى حد كبير. إلى حد كبير. طيب ماشي، عايزين برضو نتكلم عن الفار، ودي أو ده جزئية مهمة جدا نكون في فار، والأول مرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، تاني مرة في أفريقيا بشكل عام بعد مباراة السوبر السنة اللي فاتت. بداية أنا عايز أتكلم عن مباراة السوبر السنة اللي فاتت، الفار هل كان مفيد في المباراة دي فعلا؟ هل تم اللجوء ليه أكتر من مرة ولا لا؟ الحالات اللي دخل فيها الفار في السوبر كانت قليلة، ولكن إحنا عايزين ناخد المفهوم أو المنطق اللي اشتغل بيه كاف. طبعا هو ده أول مرة الفرقتين يلعبوا بيه، فبالتالي عمل معاهم اجتماع زي ما احنا قلنا، راح لفندق الاقامه في الاهلي وراح لفندق الاقامه في الترجي. طبعاً. للترجي. وعمل محاضره حوالي 3 ساعة عملها ايدي مايه عضو لجنه حكام الكاف، وقال فيها او شرح بشكل مبسط ايه اللي هيتم وايه الاجراءات اللي ممكن يلاقيها اللاعب الفرقتين مختلفه نوعا ما عن اللي بيحصل في المباريات العاديه. ممكن المشاهد العادي ما يحسهاش، ولكن لعيب في الملعب ممكن يحسها. طبعاً. زي ممكن تلاقي مساعد يتاخر في الرايه بتاعته شويه، يعني يبقى هو شايف ان في موقف تسلل ولكن هو شاكك ما عندوش يقين هي تسلل ولا لا، فكان الطبيعي ان هو بيرفع. ولكن دلوقتي لا، دلوقتي هو هيسيب الهجمه تكمل لغايه الاخر. وبعد ما تكمل لقطات حصريه دلوقتي لفريق النادي الاهلي، هم دي كانت امبارح، دي كانت امبارح ساعه اجتماعات الفار، وطبعا التعريف اللاعبين سواء الاهلي اللي قدامنا طبعا لقطاته، واكيد راحوا كمان للترجي في مقر الاقامه بتاعه في برج العرب عشان يوضحوا لهم الامور هتبقى ماشيه ازاي بخصوص الفار في مباراه اليوم ان شاء الله. اتفضل يا كابتن. بالظبط. وكان مع ايدي مايه، كان معاه المصري وائل السباعي، مسؤول او مدير مشروع الفار في الكاف. تمام. وبرضه كان بيقوم باعمال الترجمه للاعيب النادي الاهلي. باختصار ممكن المساعد يلاقي ان الراجل في موقف تسلل، فبدل ما يرفع عليه لا هو هيستنى، مش هيجهد الهجمه، هيسيب الهجمه تكمل لغايه الاخر. بالبلدي كده الفار هيصحح له، يعني هو بيقول له
العب سيب الهجمه تكمل وبعدين انا في الاخر هصحح لك الوضع ايه. طيب ممكن نلاقي ان في بعض القرارات بتتغير نوعا ما، يعني الفار هيتدخل في اربع حالات. طيب استاذنك يا كابتن ياسر نروح سريعا لزميلنا شريف شعبان، يبدو ان هو خلاص اخيرا هيعرف يتواصل معانا. اتفضل يا شريف. زميلي يا امير ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، الليله ليلتك يا اهلي باذن الله، كل يقول يا رب باذن الله. النهارده الاهلي يضع قدم بقوه للحصول على اللقب التاسع والتاهل لكاس العالم للانديه. يمكن انا من امام استاد برج العرب، مش عاوز اقول لك يمكن جماهير الاهلي في كل مكان بنظام التوابير بشكل حضاري جدا. النهارده جمهور النادي الاهلي بيضرب مثال للتحضر، يمكن الناس واقفه في توابير وبتخش بتطلع التذكره وبتفتش بكل ادب وبيخش بكل سهوله، يمكن من اول طريق القاهره من بعد البوابات، والتواجد الامني موجود بقوه من بعد بوابات اسكندريه ايضا، التواجد الامني موجود بقوه كل كام كيلو نقطه امنيه لتامين الجماهير والحرص على سلامه الجماهير. يمكن مدير امن اسكندريه وحكم دار اسكندريه، الناس موجوده من الصبح، الكل موجود، الكل بيرحب بالنادي الاهلي في برج العرب، الكل بيتمناها باذن الله ليله حمراء. النهارده مش الاهلي بس اللي بيلعب، مصر كلها ورا النادي الاهلي اليوم. يمكن زميلي امير الجماهير خلفي في كل مكان، ان هو يمكن من صباح باكر، يمكن من 9 صباحا والجماهير بتتوافد على استاد برج العرب، قمه التحضر. ان انا فخور ان النهارده الجمهور الاهلاوي بيضرب مثل كبير في التحضر. يمكن تشوف التوابير من امام بوابات، يمكن عند بوابه 7 وبوابه 6 وبوابه 5 توابير بتحضر. يمكن لو تسمع صوت الجماهير ورايا سامعينهم. طب نهدى يا جماعه، نهدى. لا لا يا مش هينفع يا جماعه، الهدوء يا جماعه. طبعا يعني زي ما شفنا كده شريف الامور بالنسبه له صعبه شويه، لانه متواجد مع جمهور النادي الاهلي اللي واضح جدا ان هو متحمس بشكل كبير جدا ومتفائل ان شاء الله بشكل كبير النادي الاهلي يحقق نتيجه جيده النهارده. بشكرك يا شريف، بشكرك شكرا جزيلا، واكيد نتمنى من جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يؤازر الفريق بشكل المطلوب بشكل قوي جدا، علشان ان شاء الله يكون عنصر اساسي في فوز الاهلي النهارده باذن الله. كنا بنتكلم عن الفار يا كابتن ياسر، اتفضل كمل. طيب مبدئيا هنقول ان الفار اللي هو فيديو اسيستنت ريفري تمام هيتدخل في اربع حالات بس. الاربع حالات دول هما ايه؟ هدف اربع حالات بس اللي هتدخل فيهم بس، يعني مش اي لعبه ممكن لعيبه الاهلي او الترجي يعترض عليها. دي مرحله هنتنقل ليها بعد كده، ولكن مبدئيا هو مش هيتدخل، ده بنص القانون مش هيتدخل غير في اربع حالات اللي هو هدف ولا هدف، ركله جزاء ليست ركله جزاء، كارت احمر مباشر، خطا تحديد الهويه. يعني ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ يعني بنقول ان مثلا ممكن هدف احرز ولكن عند احرازه احد زملاء المهاجمين عمل مخالفه تمام، او ان اللعبه كانت من تسلل، او الكوره عبرت خط المرمى او ما عبرتش خط المرمى تمام، او خط التماس او خط المرمى تمام. فهنا بيبدا يتدخل معاه يقول له خلي بالك قبل احراز الهدف مباشره في مخالفه. المخالفه دي ايه؟ والله الراجل لعبها بايديه قبل ما يجيبها جول، او ان في تسلل تمام، او ان الكره خرجت خارج خط التماس مثلا الاول قبل ما تترفع. وبعدين بيبدا المراجعه، بيبدا الفحص بتاع الفار، وبعدين بيدي معلومه للحكم تمام، والحكم بناء عليه هو اللي بيقرر. طيب هنقول الحكم لازم يخرج بره عشان يشوف ولا لا؟ برضه مش في كل الحالات، يعني انا النهارده لما حكم الفار يبلغه ان في تسلل، التسلل ده حاجات فيكسد يعني حقيقه مكانيه مش هتتغير تمام، ولكن ممكن يقول له الحالات اللي فيها تداخل لا انا اروح اشوف بنفسي هل فعلا الراجل هل حكم الفار بمجرد ما يقول لحكم الساحه انك الكره فيها شك او حاجه هو مجبر ان هو يروح يبص عليها، ولا ده بيرجع لقراره؟ ما انا بقول حاجة في حاجات ثابته، يعني النهارده لما انا اقول له والله الكره خرجت خارج خط التماس هل دي مستدعيه ان انا اروح اشوف هي خرجت ولا لا؟ طيب لما اقول له ان الكره تسلل ولكن التسلل ده في تداخل،
يعني ايه تداخل؟ يعني الراجل كان فقط تسلل بعدين بدا يتداخل مع المنافس ان هو يشترك معاه ان هو يحاول ينط معاه، دي هنا فيها تقدير شويه. تمام. فلا ممكن في الحاله دي ان هو يخرج ويبص عليها او ان مثلا خصوصا لو الكره مؤثره. يعني احنا كل ده بنتكلم في كوره مؤثره. تمام. احنا كل ده بنتكلم في كوره مؤثره. خلي بالك احنا بنتكلم في ايه، ركله جزاء او مش ركله جزاء، هدف ولا مش هدف. انا قصدي التسلل ممكن يكون تسلل الكره تسلل عادي، مش يعني مش فيها خطوره على مثلا احد الاطراف، يعني مش انت رايح على الجول ما اصفرتش عن هدف. المقصود ان هي ما اصفرتش عن هدف. تمام. في نفس الوقت برضو كوره مثلا خارج المنطقه ولا داخل المنطقه. تمام. لو ركله جزاء انا في مخالفه ولكن المخالفه دي عليها شك هي جوه ولا بره، لا ساعتها الحكم ممكن يروح ويشوف منطقه المراجعه بتاعته ان كان فيها اللعبه جوه ولا بره. تمام. اللي احنا عايزين نقوله ان في العاب الحكم ممكن يخرج فيها وفي العاب لا ممكن ما يخرجش فيها، ان هي خلاص فيها حقائق مش هتتغير. فانا باخد المعلومه من زميلي وبناء عليه باخد قراري وبطبق القرار. طيب حضرتك سالتني مين اللي بيقول لمين؟ هل الحكم اللي بيطلب من المساعد بتاعه شوف لي اللعبه دي بالبلدي يعني، ولا حكم الفار هو اللي بيشوف حاجه وبيشك فيها وبعدين بيبدا يقول له؟ لا انا حكم الفار هو بيقعد ممكن بيشوف حاله، الحاله دي هو بيشك فيها بيبدا بسرعه يرجع اللعبه عنده ويتفرج عليها ويوصل لمعلومه، المعلومه دي بيوصلها للحكم. يعني في وسيلتين، الوسيله الاولانيه انا ممكن اطلب منه لا شوف لي اللعبه دي اتاكد لي من اللعبه دي، او انه هو اللي بيقول له لا اللعبه دي فيها مشكله وتعالى عايزين نشوفها وعايزين نقف عندها شويه. تمام. طيب عندنا برضو هو السؤال المهم هنا بس اللعيبه، لا سالته حضرتك برضو اللعيبه والاداريين. تمام. من ضمن التعليمات الصريحه اللي اتقالت للعيبه امبارح، اي لاعب هيشاور للحكم انه هو يروح يشوف الفيديو هياخد انذار مباشر. بس احنا كنا بنشوف حالات كتير ممكن اللعيبه، الكلمه اللي حضرتك بتقولها دي في كاس العالم اللعيبه كلها كانت بتشاور ويقولوا له روح. الكلمه دي اللي قالها امبارح محمد الشناوي على فكره بالظبط يعني. قال الايد ما ايه، قال له احنا في كاس العالم كنا بنشوف ان الناس كلها بتقول للحكم روح شوف في ممكن الحكم ما يكونش عنده قرار ان هو يروح يشوف في الشاشه من الضغط بتاع اللاعبين فيضطر ان هو يروح، وده كان بيحصل في ده ده, ده ده مش قانوني وده مش هيحصل في مباراه النهارده. النهارده هما بيديروا مباراه بالشكل ده بيطبقوا الـ الـ القانون. اي لاعب هيقول لحكم علامه الفيديو يعني روح شوف او روح راجع هياخد انذار، ونكرر الكلام من نفس اللاعب تاني هياخد انذار تاني وهيطرد. ودي كانت تعليمات واضحه وصريحه بصراحه جزئيه مهمه جدا للفرقتين. انا بقول لك حتى الشناوي امبارح علق التعليق حضرتك علقته ده، مع ان كنا بنشوف في كاس العالم والحكام كانت بتستجيب للضغوط وكان بيروح يراجع او بيخلي زمايله في الاوبريشن روم يشوف الوضع ايه. لا الكلام ده مش هيحصل النهارده خالص، مش هيكون متواجد. لا الوحيد اللي ليه طلب الحق هو الحكم او الحكم الفيديو بس. لو حكم الفيديو بقى قال للحكم الكره دي محتاجه ان انت تبص عليها وممكن الحكم من تقديره مش محتاجه، هل هو مجبر لما حكم الفيديو يطلب منه الطلب ده يروح ولا هيرجع لتقديره هو؟ الحكم مش مجبر على اي حاجه. تمام. بس عشان نوضح الحاجات دي للجمهور. الحكم مش مجبر على اي حاجه، والقرار الاول والاخير ليه هو والقرار النهائي ليه هو. تمام. ولكن انا لما زميلي، هو زميلي عايز مصلحتي، زميلي عايز المباراه تنجح، زميلي عايز ان الدنيا تمشي كويس. تمام. فاكيد هو بيقول حاجه مش بتضرني، فانا مش هخسر حاجه ان انا اروح اشيك واروح ان انا ابص. طيب هو هيروح يشوف فين حكم الساحه؟ بالزبط. هيروح يشوف فين؟ في شاشه محطوطه في منطقه اسمها منطقه المراجعه، دي داخل التراك بتاع الملعب النهارده. هنلاقيها في ظهر المكان اللي بيقعد فيه الكوميشنر بتاع المباراه. هتلاقيه موجود وهتلاقي في ظهره على طول الكلام ده. برضه عشان تبقى الناس متخيله، احنا بناخد متر من اليمين ومتر من الشمال ومتر من امام الشاشه دي، يعني في المنتصف ما بين الدكتين. نعم، في المنتصف ما بين الدكتين بتاعه الفرقتين دي اسمها منطقه حرم او حرم منطقه المراجعه. اي لاعب سواء كان لاعب او بديل او مستبدل هيقرب ناحيه المنطقه دي هياخد انذار، ولو كرر هياخد انذار تاني وطرد. طيب لو حد من الاداريين او حد من الجهاز الفني برضو قرب من المكان ده هيتحذر اول مره. طيب. شفوي، تاني مره هيتم استبعاده من المنطقه الفنيه. طب هنرجع نتكلم في الجزئيه دي، بس نروح نشوف سريعا تقرير صوتي عن التحكيم ونرجع مره تانيه. دائما ما تتجه أنظار عشاق ساحرة المستديرة لطاقم التحكيم في المباريات الكبيرة وخاصة النهائيات، فالكل يعيش حالة ترقب يضع يده على قلبه خوفا من أن يكون الحكم سببا في ضياع مجهود فريق بالكامل.
ولأن المارد الأحمر دائما ما يواجه مطبات صعبة مع الحكام الأفارقة، وذلك خلال مشواره الطويل ببطولات القارة السمراء. ففي مباراة اليوم يترقب الجميع الأداء التحكيمي للجزائري مهدي عبيد الذي سيدير لقاء اليوم بين الأهلي والترجي التونسي. كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن أن الجزائري مهدي عبيد سيقود الطاقم التحكيمي لمباراة اليوم، يعاونه الجزائري عبد الحق إتشعلي والبوروندي جيان كلود والجابوني إريك أوتوغو، بينما يقود طاقم حكام تقنية الفيديو فار والتي تطبق للمرة الأولى في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بقيادة الجامبي باكاري جاسامة. قاد الحكم الجزائري مباراتين للأهلي أمام الوداد البيضاوي المغربي، الأولى كانت في الدار البيضاء ضمن دور المجموعات لنسخة 2016 وحسمها الأهلي بهدف من دون رد، الثانية كانت في الدار البيضاء أيضا وتفوق فيها الوداد بهدفين من دون رد، وذلك في دور المجموعات للموسم الماضي، بينما لم يقد الجزائري أي مباراة للترجي التونسي. بدأ الحكم مسيرته التحكيمية في إدارة المباريات القارية للأندية في موسم 2012. أدار الحكم الجزائري البالغ من العمر 37 سنة خلال مسيرته محليا وقاريا 175 مقابلة، أشهر خلالها البطاقات الصفراء في 642 مرة بمعدل 39 بطاقة حمراء، 20 منها مباشرة، فيما أعلن 76 ركلة جزاء. حكم الجزائري مهدي عبيد ومشواره سواء في إدارة المباريات النادي الأهلي، وأيضا دي هتبقى أول مباراة ليه يدير ليها لفريق الترجي التونسي. كابتن طبعا ياسر، عايزين نتكلم أو كنا بنتكلم عن المكان اللي هيكون متواجد فيه، هيكون مخصص بالنسبة للحكم أنه يروح يشوف الفيديوهات أو اللقطات اللي هو عايز يعني يدي فيها قرار نهائي، اللي هي منطقه المراجعه. منطقه المراجعه دي الحكم بيروحها، وزي ما قلنا هي ليها حرم، الحرم ده متر يمين وشمال وامام الشاشه او المونيتور اللي هو هيتحط له. طبعا ممنوع زي ما قلنا ان اي حد يقرب من الكلام ده، وقلنا ان اللاعب او البديل او المستبدل هياخد انذار، ولو قرر هياخد انذار تاني بالظبط كده. نتنقل للمرحله الثانيه اللي هي الوقت اللي ممكن ياخده الحكم، الوقت بالنسبه له متاح. اي مكان عاد ضايق هو بالنسبه له متاح، ولكن طبعا كلما اسرع كلما كان افضل. الحاجه الثانيه ان هو عنده امكانيه ان هو يتفرج على اللعبه من اكثر من زاويه، يعني هو اللي بيعيد بيطلب من اللي في الاوبريشن روم هات لي من الزاويه دي هات لي من الزاويه دي، او هو شاف حاجه من زاويه معينه فبيقول له عيدها لي ثاني. كل ده متاح بالنسبه له. اللي هو بيشوفه غير اللي بيتنقل لنا على الهواء، ده حاجه تانية خالص. يعني مش نفس اللقطات اللي بتتعاد على الهواء بيبقى هو بيشوفها حاجه تانية. لا 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 خالص. برضه عشان بس اعتقد بتبقى مشابهه يا كابتن. هو الكادر او الزاويه اللي بيتفرج عليها فهمني ازاي؟ ممكن المخرج يجيبها لنا وممكن لا. بس عايزين نفصل ما بين حاجتين. الحاجه الاولانيه المباراه بكاميراتها باخراجها باللي احنا بنشوفه كمشاهدين. النهارده كاميرا النهارده المباراه هتنقل ب 10 كاميرات. تمام. ال 10 كاميرات دول عشان برضه اقرب الصوره للناس، هم متوصلين دايركت على الاوبريشن روم بتاع او غرفه التشغيل او غرفه التحكم بتاعه الفار. تمام. انا بالنسبه لي قاعد جوه عندي 6 شاشات، عندي حكم، عندي 2 اسيستنت موجودين. الحكم بيشوف وبيرجع، يعني هو عايز ال 90 دقيقه، 90 دقيقه شغالين معاه. كل كاميرا جايبه له كادر معين ال 90 دقيقه. وهو بيختار انا اعيد من هنا، اشوف من هنا، اتاكد من هنا، ده الوضع اللي هو هيكون موجود النهارده. فطبعا مش بالضروره ان اللي هو بيتعاد عندي انا كمشاهد في البيت يكون هو بيشوف، هو ده اللي بيشوفه الـ 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 الفيديو اسيستنت ريفري. حاجه تانية، بما اننا بقى ذكرنا غرفه التشغيل، بنقول النهارده هي موجوده داخل استاد برج العرب، موجود مش بره. لان كان في بعض الاقاويل لا هي هيبقى مقرها في الكاف او هي هتبقى في عربيه، واعتقد ده هيبقى غير منطقي يعني. لا هو في روسيا اتعمل، في روسيا كان معمول في مقر الاذاعه الروسيه. صح. تمام. صح. وكان كنترول. صح. على جميع الماتشات. لا النهارده الاوبريشن روم موجوده في داخل الاستاد، وبرده نكملها نقول ان اللي هيحاول يخش الغرفه دي سواء من اللاعبين او الاجهزه الفنيه او اي فرد
من المنظومة اللي هي بتاعت الفريقتين هيطرد مباشرة. مباشرة إذا كان لاعب هيطرد مباشرة، إذا كان من الأجهزة الفنية هيستبعد مباشرة. تمام، ده بعد ما يعدي الحاجز الأمني اللي موجود. ده برضه احنا بنتكلم فيها فنيا عشان لو حصل احتياطات كلها يعني. علشان آخر حاجة ممكن نقفلها في الموضوع ده، نقول طيب لو حصل عطل الوضع إيه؟ حصل عطل في غرفة التسجيل أو في أحد الشاشات اللي موجودة أو في وسيلة الاتصال اللي موجودة ما بين حكام الفار وحكام الموجودين في الملعب. تمام. رقم واحد يجب عليهم ان هم يعلنوا في التو في اللحظة ان احنا عندنا عطل فني ومش موجودين او مش شغالين الفترة دي اللي هي هتقعد ربع ساعة 10 دقايق 3 ساعة زي ما تقعد. بمجرد من ان هو يرجع يشتغل تاني يقول لهم برضو يعلن للناس كلها للفرقتين والمشاهدين خلي بالكم احنا بدأنا تاني نشتغل. طيب ده يأثر على قانونية المباراة او صلاحياتها بالمرة خالص. تمام، يعني سواء احنا بدأنا بيه وقطع في النص قطع في التلت رجع او ما رجعش لا تمام، يعني المباراة هتبقى قانونية وهتبقى صلاحيتها سليمة مش هيبقى فيها اي مشكلة. تمام. طب نروح لمنطقة تانية اللي هي الاستئناف. يعني النهاردة انا كمساعد مثلا سبت لعبة ان هي تستمر وطلعت ركلة مرمى فما عنديش مشكلة هشاور ركلة مرمى. طب لو دخل الجون وانا شاكك لا انا هرفع الراية ساعتها. اطلب ان هو يروح برضه يبص على انا مش هطلب من حد. انا هرفع الرايه والاسيستنت فار اللي فوق هو اللي بيراجع لي. تمام. هو اللي بيراجع لي. المشكله ممكن تحصل لنا فين؟ لو حصل استئناف بسرعه. يعني في قرار مخالف يعني مثلا والله جون جه تمام والجون ده الحكم حسبه والمساعد في الملعب حسبه. لو حصل استئناف بسرعه من قبل الحكم ما يراجع طب احنا الاول نعمل ايه؟ الاول الحكم اللي هو قاعد في الكنترول روم يقول له خلي بالك احنا هنراجع ما تستأنفش بسرعه. اهدى لغايه لما نقول لك الوضع يكون سليم ولا مش سليم. تمام، يبقى كده اللعب ايه؟ مازال متوقف. قال له هدف خلاص هيستأنف بركله البدايه. طيب قال له ان هي تسلل يبقى خلاص هيروح يستأنف بركله حره مباشره. عشان برضو الناس تبقى فاهمه، لو الحكم الساحه حط ايده على السماعه وشاور بايديه معنى كده ان في فحص بيحصل. تمام. يعني كلنا مستنيين ان حكم الفيديو يقول له خلي بالك ان في حاجه. لو حط ايده على السماعه وشاور فرد ايديه. لو طلب منه المراجعه هيعمل لهم الاشاره دي انا بنفسي اللي هروح اراجع. وبعد ما يرجع هيعمل نفس الاشاره هيقول لهم بناء على المراجعه اللي هي دي انا قراري هو كذا. طيب النهارده هو الاستئناف تم القرار الفني خلاص كده ما بقاش ليه اي اعتبار. يعني هيقول له تسلل هيقول له جون هو خلاص استأنف اللعبة اتلعب فخلاص. ولكن امتى بعد الاستئناف هيبقى فيه رجعه تاني؟ ده للقرارات الانضباطيه. يعني ايه قرارات الانضباطيه؟ انذار كارت احمر ده مثلا يعني لعيب ضرب لعيب تمام والكره طلعت رميت التماس رميت التماس اترمت فخلاص اللعب استمر. عند اول توقف هيقول له والله خلي بالك ده ياسر ضرب فلان واللعب شغال اللي هو رقم 12 فيروح رايح عليه طرد مباشر. تمام. اللي احنا عايزين نقوله طبعا هي تجربه جديده بالنسبه لنا وتجربه جديده بالنسبه للاعيبه الفرقتين. لعيبه الفرقتين مش هيتاثروا بحاجه او مش هيحسوا بحاجه غير ان هم هيحسوا ببعض الديلي في بعض الحالات من المساعدين وده مش هياثر عليهم في حاجه لان في الاخر هنرجع للقرار الصح. طيب كابتن ياسر عايز اسالك انت كحكم دولي كبير سابق بالنسبه لك كحكم تقنيه الفار يعني مهمة حبيبها ولا مش حبيبها؟ يعني شايف مهمة ان هي تكون متواجد بالنسبة لك كحكم، هي ممكن تكون مهمة بالنسبة للفرقتين، بالنسبة للجمهور عشان يبقى في عدل بشكل او باخر يعني، لكن انت كحكم او الحكام بشكل عام حابين التقنية دي ولا مش حابين؟ طب معلش هو سؤالك شقين، الشق الاولاني حضرتك قلت ان الناس كلها حابة الموضوع ده عشان العدل. وفي ناس مش حباه على فكره بيقول لك عشان متعه الكوره متعه كره القدم. لا يعني حضرتك ركزت على جزئيه بالزبط. العدل فاكيد بالطبيعي انا برضه هحبها عشان العدل. تمام. كحكم ولكن ممكن تضايقني بمعنى ايه؟ في الاول اول ما استخدمنا الكوميونيكيشن سيستم كان عندنا بعض التحفظات او بعض المشاكل بتحصل لنا، الناس عماله ترغي في ودننا، ممكن ان احنا بنتشتت، ممكن زميلي بيقول حاجه، ممكن زميلي بيهزر، تمام؟ فكل الكلام ده كان بيعمل لنا نوع من انواع التشتيت لغايه لما التجربه بدات ان هي تبقى ستيبل نوعا ما وخلاص بقى ان احنا ناخد عليها. نفس الوضع بالنسبه للمجموعه دي برضه هيبقى جديد عليها، ولكن المجموعه المختاره للمباراه دي كلها بالكامل اتمرنت حوالي سنتين
على الفار لان هم طبعا انت عارف هم كانوا شغالين المجموعه كلها تقريبا كان كاس عالم في روسيا فهم شغالين فتره طويله عملوا ورش عمل كتير عملوا معسكرات كتير اتمرنوا عليها كتير فبالنسبه لهم هم لا مش هتبقى عائق. طيب سؤالي الاخير عشان نختم خلاص الفقره دي وهو خاص بكيفيه الاستفاده من تقنيه الفار بتطبق لاول مره في مصر من خلال مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا ازاي احنا واحنا خصوصا في مصر عايزين نطبق التقنيه دي خصوصا ان في اخطاء تحكيم رهيبه في بطولة الدوري السنة دي بالتحديد ازاي يتم الاستفادة عشان نقدر نطبق الجزئية دي من خلال بداية الموسم كمان صعب انها تطبق السنة دي خالص. طب اللي انا عارفه ان عصام عبد الفتاح بدأ ان هو يروح يحضر كورسات تمام. اخرها كان في سويسرا وبعدين رجع تاني على برضو كان معسكر كان عامله بكاف عن تقنية الفار كان هو موجود فيه كمسؤول وبعدين كان معاه جهاد وتحسين كحكام اعتقد ان هي هتبقى حاجة مفيدة جدا بالنسبة للدوري المصري هتقلل الاخطاء بشكل كبير اكيد في الاول هتواجهنا بعض الصعوبات ولكن واحده واحده هنتغلب عليها. على فكره السعوديه احنا بنتكلم في 19 دوله تقريبا مطبقين الكلام ده من ضمنهم السعوديه في الوطن العربي يعني في افريقيا ما فيش حد تقريبا لسه فنتمنى ان التجربه تبقى موجوده ونتمنى ان هي تفيد الكره المصريه والتحكيم بشكل خاص. كابتن ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق انا بشكرك شكرا جزيلا كانت فقره مهمه ومميزه جدا واتكلمنا فيها في العديد من الامور بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا. انا اللي بشكر حضرتك وبشكر قناه النادي الاهلي وبتمنى التوفيق النهارده للاهلي ممثل مصر ونتمنى ان هو يسعد كل الجماهير المصريه باذن الله. يا رب ان شاء الله دعوات كل المصريين مش جمهور الاهلي بس الاهلي النهارده زي ما قال كابتن ياسر ان الاهلي بيمثل مصر ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق ان شاء الله النهارده تكون بدايه للفريق ان هو يحقق هذا اللقب الغالي الغائب عن النادي الاهلي منذ فتره والبطوله رقم 9 في دولاب بطولات النادي الاهلي من حيث بطولات دوري ابطال افريقيا دعوات كل المصريين يا رب ان شاء الله الاهلي يفوز النهارده. بعد الفاصل هيكون معاكم طبعا حبيبكم كابتن سيد عبد الحفيظ واللي بالمناسبه كان ليه هدف تاريخي محدش يقدر ينساه بصراحه ولا يقل اهميه عن هدف ابو تريكه في الصفاقسي الهدف اللي جابه في الترجي في قبل نهائي 2001 بصراحه هدف كان رائع جدا. هيكون معاكم بعد الفاصل بقى عشان تستمر تغطيه قناه الاهلي من بدايه من الساعه 5 حتى الساعه 1 مساء ان شاء الله او واحده صباحا طبعا ان شاء الله بعد فوز النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. بعد فاصل كابتن سيد عبد الحفيظ الى اللقاء.